أصدر وزير الثقافة مروان دماج قرارا بتشكيل لجنة تتولى الإعداد لضم مدينة مأرب إلى قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة اليونسكو. ومدينة مأرب هي العاصمة التاريخية لمملكة سبأ، وتقع في الأطراف الجنوبية لصحراء الربع الخالي اليوم، وكانت مركزا عسكريا وزراعيا وتجاريا شهيرا في الجزيرة العربية. وتضم قائمة التراث العالمي ثلاث مدن أثرية يمنية هي صنعاء القديمة وشبام حضرموت وزبيد في الحديدة.